تحطي الخيار في الازازه بجد فكره عبقريه، هتوفر عليكي وقت كتير جدا، وعايزاكي تعتمديها بقى، وكمان تقومي تعمليها قبل العيد لانها بجد فكره حلوه جدا. اول حاجه كده هتجيبي الخيار كميه اللي انت عايزاها بقى، تغسليها وتشطفيها كده كويس، او تشيلي الاطراف بتاعتها، اي كميه خيار عندك. وهتجيبي بقى اي ازازه عندك بقى اي حجم، هتبتدي تدخلي فيها الخيار كده بالمنظر ده، وهتحطي لي كمان يا ست الكل كده 4 فصوص من الثوم، وهتحطي لي كمان قرنين فلفل كده سبايسي. وبعد كده حطي بقى كوبايتين من المية اللي بتغلي كده من الكاتل، لان ده بيساعد ان الخيار يتخلل بسرعة، معلقتين ملح كبار. قلبي بقى كل ده كده، وكده عملتي اسرع مخلل في 3 ايام هتاكلي منه. اعمليها قبل العيد، جميلة جدا. بعد كده بقى عندنا احراق الاسبرين على النار، بجد فكرة عبقرية ريحتني من اكبر مشكلة بتواجهني في المطبخ. هاتي كده 2 اسبرينة وابتدي حطيهم في كوباية، وابتدي افرميهم كده لحد ما يبقوا ناعمين زي البودر. بعد كده يا ست الكل هتروحي بقى على النار تسخني لي بقى كده قطعه من الفحم، سواء راس او الفحم العادي. اول ما يولع معاكي كده، كده بقى جاهز، حطيه في طبق استانلس او لو عندك مبخره بخور، وحطي بقى عليها كده الاسبرين اللي احنا طحناه. بجد حلوه جدا، قاتله قويه جدا للهاموش والناموس، وحطي عليها كمان كام عود من القرنفل، هتطلع لك ريحه حلوه قوي، وفي نفس الوقت قتلتي كل الهاموش والحشرات وبتبعديهم عن البيت. فظيعه جدا، اعتمديها وجربيها. بعد كده بقى هنيجي بقى لطعم التوابل بتاعك او اي حاجه في المطبخ عموما. الوايبس ده بجد فظيع جدا لتنظيفها، ولازم ايدك تبقى موجوده على طول في الحاجات دي، طول ما انت بتمسحي حاجات المطبخ وادوات المطبخ باستمرار، عمرها بجد ما هتاخد منك وقت في التنظيف ابدا، ولا تبقى ملسلسه، ولا تبقى معاكي تتعبك في التنظيف. احرقي بقى السكر على القرنفل على النار، بجد دي فكره حلوه جدا. اليومين دول بقى احنا بننضف كرشه وفيشه وممبار، والزفاره بقى بتاعت السوائد بقى كده بتاعت العيد، ومهما تغسلي وكده برضو ريحه الشقه بتبقى فيها ايه، ريحه زفاره. اعتمديها وجربيها، هتطلع لك ريحه حلوه جدا. بعد كده بقى عندنا الحبر اللي موجود على السيراميك والبلاط بقى، او سواء موجود على الحيطان. عايزه اقول لك المعجون بجد سحر، بجد قطعه صغيره منه جدا بتسيل الحبر كده قدام عينك، وبتشيله بجد في منتهى السهوله. هاتي كده المعجون وحطيه وامسحيه بقى بالفوطه، مش هتلاقي الحبر ده اي اثر على اي مكان. بعد كده لو عندك راس شاحن بقى قديمه، بجد ما ترميهاش لانها بجد حلوه جدا، هتعمليها بقى حامل كده في الموبايل لو انت واقفه في المطبخ، لو انت بقى ايدك مش نظيفه وعايزه تسمعي حاجه او تشوفي حاجه، حلوه قوي. بعد كده هتيجي للضوافر بقى، مكان بقى ما بنقور كوسه وبتنجان وايدينا في المطبخ على طول، بتلاقي ضوافرك ابتدت تغمق كده ولونها ما بقاش ابيض ناصع كده. هاتي كده فرشه من المعجون وفرشي بيهم ضوافرك، بجد اولا بيقويها، ثانيا بيبيضها جدا وبينضفها وبيخلي ريحتها حلوه قوي. اعدمتيها وجربيها واشطفي بقى بجد المعجون، وانت هتلاحظي بجد ان ضوافرك بقت بجد بيضه زي القشطه. بعد كده بقى هاتي علبه من اللبن الفاضيه، علبه جهينه، ما ترميهاش بجد، ده كنز، هتريحك جدا. هتجيبي كده المعالق كلها المكركبه عندك في الدرج بقى، سواء بقى معالق توزيع او خشب زي كده، وهتبتدي تحطيهم فوق كده، عملت لهم حامل بجد شكلها حلو قوي. اعدمتيها وجربيها، ورب تكون افكاري عجبتك. لايك وشير.